تتخلص بشكل حلو توصل نواف التمياط، التمياط يلعبها امامي هذه على اتجاه الكاتو واقرب لماريوكا. انما الكاتو حصل الكاتو، كاتو ممكن من الكاتو كرة ضربة جزاء، بينالتي بينالتي سليم 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 سليم. حلوة الكاتو، حلوة يا الكاتو، حلوة يا كولومبيا كاتو، فعلا الكاتو عدي وطر طر 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 بطاقة حمراء يظهر لتودا، هو اللي حصل على البطاقة الحمراء نتيجة عرقلته للكاتو. برافو عليك الكاتو، اللي عمل الكاتو راح ضغط على ماريوكا كابتن المنتخب الياباني، ضغط عليه خلصها منه، تقدم راوغ اللي فعلا وحاول انه يعدي، انما يدخل عليه تودا ويعرقله، وبالتالي ضرب الجزاء وطرد لتودا. اذا طرد لتودا مدافع شيميزو في دقيقة 34 من زمن الشوط الاول من المباراة، هذا سنادا حارس مرمى شيميزو، وبطاقة صفراء لتودا اللي عرقل الكاتو. هذه هي امكانيات الكاتو، عالية تماما امكانيات الكاتو، مهاجم حقيقة، ضغط على ماريوكا، اخطأ ماريوكا، استلم من الكرة، عدى كان ممكن يسجل، وبالتالي عرقلة اللي هو تودا، وحكم المباراة تحتسب ضربة جزاء. راح نتكلم عن ليش اطرد، اشمعنى اطرد؟ لانه كان في مواجهة المرمى تماما وفي وضعية تسجيل هدف، لذلك اخذ البطاقة الحمراء. اذا يلا يا الكاتو، جمل جميلك يا الكاتو، سجلها يا الكاتو، والكاتو والكاتو والكاتو، جول للكاتو. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو من حقك تفرح الكاتو، فعلا الكاتو يسجل هدف للهلال السعودي في مرمى سنادا من ضرب الجزاء، وهذا هو يطرد تودا. تودا يترك الملعب، وهني ايضا سايتو. اذا شيميزو راح يلعب الان في 10 لاعبين، وشايف لو سايتو شاور على المدرب على ستيف اريمان، نلعب بثلاثه في الخط الخلفي ولا في حد بيرجع من نص الملعب؟ قال لا لا، العب بثلاثه بس، خسران وعلى ملعبه. وهذا الكاتو، يا سلام على الكاتو، اخذ على طول ماريوكا، ضغط عليه، تخلص منه، وفعلا تعرق من تودا، وشايف حطها يعني على العميان، حطها بقوه يلا، وفعلا هدف لمصلحه الهلال السعودي. وبالتالي المزعج في فريق شيميزو، وهذا هو مانغوك يلعبها بعرض اللعب، يا ويحاول هدف الجول، جول 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 الكاتو، وهدف ثاني الكاتو الكاتو الكاتو. هذا يومه، هذا يومك يا ولد، هذا يومك يا كاتو، فعلا الكاتو يسجل هدف ثاني للهلال السعودي هنا في شيميزو، وبالتالي يحرج شيميزو وبهدفين. شاي مادي بلاتشي من يا مبسوط من قدك يا عم، من قدك يا عم، طبعا من حقك تفرح، مبسوط تماما، وهدف هلالي ثاني عن طريق الكاتو، صاحب الهدف الاول ايضا للهلال من ضربه جزاء، الان يستثمر هجمه. هذا هو، شوف يا سلام على على على, على مانغوت، الحقيقه مانغوت مجهود خرافي رائع، كره توصل على طول لنواف التمياط، يحاول يلعبها باكورد، ترجع له مره ثانيه وتتحط تماما على قدم الكاتو المتابع. هذا هو مانغوت، هذا مانغوت، هو اللي لعبها لنواف، حاول يلعبها نواف التمياط باكورد، الكره ايضا يجليها، شايف يرجع مره ثانيه. يا سلام عليك، يعني على النايم يتصرف، على النايم يتصرف ويحط